السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد في قناتكم ابروندر افيك سيام. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وفي صحه جيده. اذا اليوم ان شاء الله في المحتوى ديال هذا الفيديو هذه غادي نخدموا لاباج 12 اي لاباج 13 من البروغرام ديالكم ديال الخامس ابتدائي ميز ابرونتيساج اون فرونسي. اذا الدرس ديالنا كيتعلق بلا ليكتور اي لا كومبريونسيون، يعني عندنا هنايا قراءه غادي نقراو، عندنا واحد التكست وغادي نقراوه وغنجاوبو على التمارين ديالو الى اخره. الوغ دائما قبل ما تنقراو التكست كان كيكونوا عاطينا واحد التمارين ديال افون لا ليكتور، افون لا ليكتور قبل القراءه. اذا يعني كنجاوبو عليهم انطلاقا غير من العنوان والصور الى اخره والشكل باش مكتوب النص. Observe les photos, le titre et le texte. يعني نشوف خصني نلاحظ التصاور اللي عندي لتحت، لو تيتر العنوان اي لو تيكست او التكست كامل غير غادي نشوفو ما غنقراش. كيل اي لو تيتر دو سو تيكست، يعني اشنو هو العنوان ديال هذا التكست هذا. الوغ لو تيتر دو سو تيكست اي سيليبريتي ماروكان دو موند. ها هو مكتوب كيف ما كتشوفوا هنايا، ها هو مكتوب العنوان الفوق سيليبريتي ماروكان دو موند، يعني غادي نهضروا على لي بيرسوناج اللي هما ولا لي بيرسون سيليبر المغاربه في يعني ديال العالم كامل، يعني الناس اللي هما مشهورين بزاف هما مغاربه في العالم. الوغ دون ان ادجكتيف دو لا ميم فامي كو سيليبريتي. الوغ عندنا سيليبريتي عطاونا قال لك نعطيو شي كلمه من عندها من نفس الاسره ديال هاد سيليبريتي. الوغ هي سيليبر فوالا انتوما ها هو. دونك ادجكتيف دو لا ميم فامي كو سيليبريتي جوج نقاط سيليبر. دابري توا سو تيكست va raconter une histoire ou bien va donner des informations. يعني هاد التكست هذا شنو كيبان لينا، واش غادي يعطينا معلومات اولا غادي يعاود لينا شي قصه. الو غادي يعاود هنايا هذا التكست هذا غير من خلال الصور هذا راه غادي يعطينا معلومات. كما كتشوفوا هنايا عندنا واحد السيده هنا سميتها نجات فالو بالقاسم، عندنا هنايا حكيم زياش، عندنا هذا لانجينيور كمال ودغيري، و بيان سور عندنا لتحت هاد لي دو كوميديان اللي هما قاد المالح و جمال دبوز. دونك هنايا ما يعاودو لنا لا قصه لا والو، ولكن غادي يعطيونا معلومات. دونك غادي نقولو فا دوني دي زانفورماسيون فوالا. دونك دابخي موا سو تيكست فا دوني دي زانفورماسيون، يعني غيعطينا معلومات فوالا. قالولنا كومون سابيل لو كور تيكست اون ايتاليك ابخي لو تيتر اكوا سيرتيل، كيهضروا لينا على هاد لو تيكست الصغير القصير اللي كيكون من مور لو تيتر هذا من بلوزيوغ حتى الارتيستيك. قالولنا ليش كيصلح، حنا غنقراو ونشوفو ليش كيصلح. بلوزيوغ بيرسوناليتي ماروكان فيفون دون ديفيرون بيي دو موند فون لا فيرتي دو ماروك. Elles sont présentées et elles sont présentes dans plusieurs domaines politiques, sportifs, scientifiques et artistiques. Alors, ce texte هذا كيعطينا معلومات على شنو غادي يكون في هذا التكست، يعني بحال كي ريزومي التكست، فهمتي؟ يعني واحد الملخص صغير على هذا التكست. الا قريت هذاك هذا التكست هذا الصغير هذا لو كور تكست غادي نفهم، ناخذ واحد الفكره على من غيهضر هذا التكست كله اللي هو طويل. وشنو كيتسمى دائما عقلوا عليها هذاك لو كور تيكست اللي كيكون ابري لو تيتر كيتسمى لو شابو. لو شابو اسمه لو شابو حيت كيكون الفوق فوالا. هذا هو الجواب. لو كور تيكست اون ايتاليك ابري لو تيتر سابيل لو شابو اي سير ا ريزومي لو تيكست، يعني كيعطينا واحد لو ريزومي ديال التكست هذا التكست هذا كامل فوالا. Quatrième question, de combien de parties ce texte est-il composé? يعني هذا التكست هذا شحال فيه من parties، شحال فيه من جزء.
الوغ كيف ما كتشوفوا معايا عندنا هذا الجزء الاول اللي كيهضر على هذه السيده هذه نجاة فالو بالقاسم. عندنا دوزيام بارتي هي هذا النص هذا اللي كيهضر لينا على حكيم زياج، وعندنا هاد لا بارتي هذه اللي كتهضر لينا على هاد البيرسوناليتي اللي سميتو كمال ودغيري، وعندنا اخر بارتي اللي كتهضر لينا على جمال دبوز وكاد المالح. دونك اون ا 4 بارتي دون سو تيكست. فوالا دا هو الجواب. سو تيكست اي كومبوزي دو 4 بارتي داكور. مزيان الوغ دابا ملي سالينا هاد لي كاستيون اللي كيكونوا افون لا ليكتور، غادي ندوزو دابا لا ليكتور دو تيكست، نقراوه فقره بفقره ونشرحوه ان شاء الله. سيليبريتي ماروكان دو موند، يعني لي بيرسون سيليبر دو موند، اللي كيكونوا مغاربه يعني المغاربه المشهورين في العالم كامل. الوغ بليزيور بيرسوناليتي ماروكان فيفون دون ديفيرون باي دو موند فون لا فيغتي دو ماروك، يعني الكثير من الشخصيات المغربيه اللي كتعيش في دول مختلفه من العالم. الوغ فون لا فيغتي يعني هما مفخره للمغرب، يعني كنفتخروا بهم في المغرب. سون بريزونت دون بليزيور دومين بوليتيك سبورتيف سيانتيفيك اي ارتستيك، يعني هما كاينين في بزاف ديال لي دومين. الوغ دومين مثلا السياسي الرياضي العلمي والفني. الوغ اول بيرسوناليتي هي نجاة فالو بالقاسم، غادي نقراو هاد لو بتي باراغراف اللي هضروا لينا عليها وغادي نشرحوه. نجاة فالو بالقاسم اني لو 4 اكتوبر 1977 ا بنيشيغر او ماروك، يعني نجاة بالقاسم زادت نهار 4 اكتوبر 1977 في بنيشيغر اللي كاينه او ماروك، هذه منطقه في المغرب. Son père Ahmed a émigré en France au début des années 80. Le père d'elle, le smith Ahmed, Hajar, les Français émigré, j'ai une immigration et le Hajar, يعني Hajar, les Français, le début des 80. En 1982, il le rejoint avec sa mère et sa sœur aînée Fatiha. يعني في 1982 لحقات عليه هي والام ديالها والاخت ديالها الكبيره اللي سميتها فاتحه. Elle fait des études de droit puis des sciences politiques، يعني مشات دارت يعني بقات كتقرا القانون والعلوم السياسيه. Elle est la première femme à occuper le poste de ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en France. يعني هي هي كانت المرأة يعني الأولى أو لا يعني من بين النساء، هي المرأة الأولى اللي خدات لو بوست، يعني خدات واحد المنصب ديال وزيرة ديالاش ديال ليدوكاسيون ناسيونال يعني التربية الوطنية، دو لونسينيومون سوبيريور التعليم العالي والبحث اللي كاين في فرنسا. الوغ من بعد ما فهمنا دابا لي زانفورماسيون، عرفنا كيلكو زانفورماسيون على هاد الشخصية هادي، ندوزو دابا نقراو لو تيكست ديال حكيم زياش. إذن حكيم زياش إت أن فوتبالور انترناسيونال ماروكان، يعني حكيم زياش هو هذا اللي كيظهر في الصورة هنايا، هو واحد لاعب اللي كيلعب في كرة القدم عالمي وهو مغربي، يعني كيلعب خارج داخل المغرب وخارج المغرب. إل إي كوني بوغ إتخ أن جوار دوتي دون إكسيلونس كاليتي دو باس، يعني هو يعني هو Alors, يعني هو il est connu pour être un joueur doté d'une excellente qualité de passe، يعني معروف عليه انه لاعب ممتاز، يعني دو باس يعني كيمرر الكره بطريقه ممتازه، يعني هو عنده واحد لا كاليتي لي زوينه جوده ممتازه لانه هو لاعب في كره القدم. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs marocains ainsi que l'un des meilleurs joueurs du championnat des Pays-Bas où il a obtenu le Soulier d'Or en 2018. Alors, il est considéré, يعتبر من بين les meilleurs joueurs ou les أحسن لاعبين المغاربة
ainsi que l'un des meilleurs joueurs de championnat ou l'ahsan laabin ديال championnat des Pays-Bas, يعني الدول ديال في الدول ديال l'Europe, d'où il a obtenu le Solidor en 2018. يعني هو حصل على le Solidor في 2018 اللي هو الحذاء الذهبي. دونك هو حصل على الحذاء الذهبي في 2018. انا نخليكم الفوتو هنايا ديالو باش تاخذوا عليه فكره. فوالا نمشيو دابا عند كمال الودغيري. باسيوني ديستوار اي دو سيونس دوبوي سون بلو جون اج. كمال الودغيري arrive aux États-Unis à la fin des années 1980 pour ses études supérieures. Alors, had Kamal Oudghiri tihmaq, yani tibghi bzaf les histoires, yani القصص ou les sciences ou l'ulum. Depuis son plus jeune âge, ou mnim kan sghar. Alors, il est arrivé aux États-Unis à la fin des années, yani wa ja les États-Unis ou les Wilayat al Mutahida al Amrikiya fi l'awakhir dial 1980 pour ses études supérieures, bach ykemmel lqraya dialo l'aliya, yani dirasat l'ulya. En 1993, il devient le premier Marocain à intégrer la NASA. يعني في 1993 كان هو أول مغربي اللي دخل la NASA. Où il occupe le poste d'ingénieur en télécommunication. يعني خدا واحد le poste زوين ديال مهندس في télécommunication. Alors مهندس ديال الاتصالات. Il a reçu un prestigieux prix dans le domaine des sciences et de la technologie spatiale. يعني واخد واحد الجائزة اللي هي prestigieux, ça veut dire grande ou la remarquable, شي حاجة اللي كبيرة ومرموقة وعندها قيمة زوينة. فهاد لو دومين ديالو اللي هو ديال العلوم والتكنولوجيا. نمشيو دابا نتعرفوا على قد المالح وجمال دبوز. Dans le monde de l'art, يعني في العالم ديال الفن, العالم الفني, quand on parle d'humour et de comédie, ملي تنهضروا على الضحك وال يعني اي حاجه عندها علاقه بالضحك ولا الكوميديا, les noms qui apparaissent sont ceux de Jamel Debbouze et Gad Elmaleh. يعني الاسماء اللي تظهروا لينا هنايا هما Gad Elmaleh و Jamel Debbouze. À l'origine du Jamel Comedy Club et du Marrakech du Rire. هادو سميات ديال المهرجانات اللي كانوا فيهم هاد جوج شخصيات. دبوز في سي بروميي با دون لو سينما ا لاج دو 17 ans. يعني جمال دبوز كانت اولى الخطوات ديالو في السينما ملي كانت عنده 17 عام. الوغ il est né en 1971 ا كازابلانكا, يعني تزاد في 1971 في كازابلانكا في مدينة الدار البيضاء. قاد المالح غراندي او سان دون فامي جويف ماروكان. الوغ قاد المالح كبر وترعرع في واحد لا فامي في واحد الأسرة اللي هي يهودية مغربية. إلا جوي او ماروك او كندا اون فرانس اي او زيتازوني. يعني لعب هو بزاف ديال الادوار, يعني كان كيدير هادشي ديال الكوميدي والهومور في الماروك, يعني في المغرب, في كندا, في فرنسا وفي الولايات المتحده الامريكيه. دونك غادي نحبس لا فيديو حد هنا لانها ديجا 13 دقيقه والزايد, وغادي ان شاء الله تشوفوا الكماله ديالها التتمه ديالها غتكون في الفيديو الجاي ديال لاباج 13. اذا ما بقى لي الا نقول لكم au revoir mes chers élèves.